تحتفي دار الأوبرا المصرية بالعام الهجري الجديد بإقامة احتفاليات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وعزفت الفرقة الموسيقية مجموعة من الأغاني الدينية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير. ومن دار الأوبرا المصرية ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، بعد التحية، ضعنا في الأجواء لديك والاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة من داخل دار الأوبرا المصرية. نعم محمد وإيمان، كل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. اليوم دار الأوبرا المصرية نظمت هذا الحفل الذي انطلق في 8:30 مساء بإقبال جماهيري كبير، الذي كان حريص على الاستماع لهذه الأغاني الدينية الروحانية التي انطلقت في عنان المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لتجدوا أروع وأجمل الألحان والمؤلفات والأناشيد بمشاركة عدد كبير من المنشدين والمطربين من دار الأوبرا المصرية، من بينهم المنشد وائل الفشني والمنشد مصطفى النجدي وغيرهم من المنشدين الكبار الذين شاركوا ويشاركون في هذا الحفل. منذ قليل كانت الاستراحة القصيرة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الحفل الفني والإنشاد الديني، وانطلق منذ لحظات الجزء الثاني من هذا الحفل، وتحدثت مع عدد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته الكبيرة باحتفاء دار الأوبرا المصرية بهذه المناسبات الدينية، وأيضا أن دار الأوبرا تحتفل بجميع المناسبات القومية والوطنية والاجتماعية والدينية في شتى أو في جميع أو طوال العام. هذا إلى جانب أن هناك حفلات أخرى أيضا تقيمها وتنظمها دار الأوبرا المصرية غير هذا الحفل، حفل العام الهجري الجديد. يعني المسرح الصغير أيضا فيه حفل، وأيضا هناك معرض للكتاب، وبالتالي نتحدث عن نشاط فني وثقافي كبير تعيشه دار الأوبرا المصرية في هذه الأيام. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. دائما دار الأوبرا المصرية تواكب الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا على الهواء من دار الأوبرا المصرية.